بعد الفيديو ده هتتعلم أي برنامج مهما كان. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفني انا كلامي عيب، فبقدم محتوى لايف ستايل وموتيفيشنال سبيكر. ادخل كده خد لك لفه، ولو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نبدا على طول. قبل ما ابدا في اي حاجه عايز اقول لكم شكرا على الدعم الخرافي اللي حصل الفتره اللي فاتت. تقريبا احنا زدنا 150 سبسكرايب في 3 او 4 ايام بس. انتوا عظماء، مش ببالغ والله، انتوا عظماء يعني. معلش مقدمه طويله شويه، بس ما كانش ينفع ابدا الفيديو غير لما اشكركم الاول. شكرا. عايز تتعلم اي برنامج، ادوبي بريمير بقى، فوتوشوب، افتر افكت، اي حاجه عايز تتعلمها، في قاعدتين كده معروفين جدا، ال 10000 ساعه وال 21 يوم. القاعدتين دول بيقولوا لك ان انت لو ركزت على حاجه معينه او برنامج معين او مذاكره لماده معينه لمده 21 يوم متواصلين، الماده دي او البرنامج ده او الحاجه اللي انت عايز تحفظها دي او تتعلمها هتتحفظ او تتعلم مهما كان. والقانون الثاني بتاع ال 10000 ساعه نفس فكره برده، ال 21 يوم، بس شيل ال 21 يوم وحط 10000 ساعه. لو اتعلمت برده اي برنامج او ذاكرت اي ماده لمده 10000 ساعه، الماده دي هتثبت في مخك على طول. بس انا مش جاي في الفيديو ده عشان اقول لك القاعدتين دول، انا جاي النهارده اديك 10 خطوات لو عملتها هتتعلم اي برنامج انت نفسك فيه. يلا بينا نبدا على طول. اول حاجه ما تخافش، نتعدل بس كده قبل ما نقول اي حاجه. اول حاجه ما تخافش من الويندوز او الواجهه بتاعه البرنامج. اي برنامج هتتعلمه هتبقى الواجهه كبيره قوي عليك، واول ما تشوفها كده هتتخض، ولا انا خايف اتعلمها والموضوع كبير قوي وشكل الموضوع كده داخل كده في بعض والكلام ده. قبل ما تعمل اي حاجه، بسم الله الرحمن الرحيم، ما تخافش من الواجهه اللي انت هتتعامل معاها. ده طبيعي جدا انت تخاف منها عشان انت اصلا لسه مش فاهمها، وهتضيع وقتك في الخوف ده، والخوف ده هيهيالك ان انت مش هتتعلم البرنامج ده خالص، وانت اصلا خلاص قفلت منه والكلام ده، والموضوع اصلا اسهل بكتير جدا من كل ده. تاني حاجة ما تضيعش ولا وقتك ولا فلوسك في أي كورسات. عشان تتعلم أي برنامج هتروح طبعا ورشة طبعا تعليم عشان تدفع فلوس، وبعد كده بقى يبقى فيه بقى زي موضوع كورس كده بتروح بقى يوم ويوم أو يومين في الأسبوع والكلام ده، مع إن أنت ممكن أصلا تتعلم هي نفس الحاجة على اليوتيوب أو على كورسات أونلاين والكلام ده من غير ما تدفع أي فلوس، وكمان هتبقى أحسن بكتير جدا. أظن أنا وضحت نقطة اتنين دي، ندخل على التالتة على طول. تالت حاجة قسم البرنامج. يعني إيه؟ أي برنامج هتتعامل معاه هيبقى كبير جدا، وإحنا طبعا بنتكلم طبعا على أدوبي بريمير وفوتوشوب والكلام ده، فالموضوع كبير قوي وبحر كبير قوي لما بينتهيش. فلازم تقسم البرنامج وتعرف انت عايز ايه من البرنامج ده بالظبط. هل انت عايز تبقى بروفيشنال؟ عايز انت مثلا تعمل الصور بتاعه الثامنيل بتاعه اليوتيوب لو انت يوتيوبر؟ عايز تعمل ايه بالظبط؟ وحس كده تشوف انت هتتعلم ايه، واللي انت هتتعلمه ده تقسمه. ما تدخلش نفسك مره واحده وانت بالسخن كده عشان تتعلم كل حاجه، هتلاقي ان الموضوع كبير والموضوع ضخم قوي ومش عارف تستوعبه وهتقفل من البرنامج. فقسم البرنامج على كذا يوم. رابع حاجه وهي تقريبا مرتبطه بثالث حاجه شويه، وهي الديدلاين. يعني ايه الديدلاين؟ يعني تعمل جدول عشان تخلص البرنامج ده. يعني مثلا لمدة شهر هكون بعد الشهر ده مخلص البرنامج ده خالص. تقسم بقى الشهر ده بقى، النهاردة مثلا هفهم مثلا الواجهة بتاعت البرنامج، بكرة مثلا هحاول مثلا كده ايه اشوف مثلا الاوبشن ده مثلا بيتعمل ازاي، بعد بكرة مثلا طب انا في طب حاجة طبعا انا كنت عايز اعملها فاعملها كده اشوف هتتعمل ولا مش هتتعمل. بعد كده لا هظبط الالوان، بعد كده لا ازاي اقص الفيديو او ازاي مثلا اقص الصورة كده. بس انت تحط لنفسك ميعاد اللي بعد الميعاد ده هكون مخلص كل البرنامج وحافظ كل حاجة في البرنامج. خامس حاجة وهي حركة صيحة قوي. لو انت ماشي مثلا في الشارع وشفت مثلا اعلان مثلا لبابلي او اعلان مثلا لمحمد صلاح او اي اعلان مثلا، او انت مثلا بتقلب على اليوتيوب مثلا لقيت فيديو عجبك جدا، حاول تركز في التفاصيل بتاعت الاعلان دي او التفاصيل بتاعت الفيديو، وتمنتج ازاي او الاعلان ده اتعمل ازاي ببرنامج الفوتوشوب، وحاول تتخيل وانت بتعمل الاعلان في دماغك هتعمله ازاي. يعني مثلا الحته دي هتجيبها ازاي، اللون ده هتعمله ازاي. ده بيخلي دماغك شغاله دايما، واللي انت بتفكر دايما في البرنامج، واللي هو لو اي مشروع جالك بتبدا بقى تفصصه في دماغك، طب هو عمل دي ازاي، طب جاب دي من هنا ازاي، وتفكر بقى كأنك فعلا قاعد على اللاب او قاعد على البي سي وانت مثلا بتظبط مثلا الصوره دي او بتظبط مثلا المونتاج ده وانت اللي بتعمله، انت بتتفرج عليه بس تخيل في دماغك وانت بتعمله. يا رب اكون وضحت الحته دي. سادس حاجه التطبيق التطبيق التطبيق. يعني المفروض تمشي ايدك دايما على البرنامج. يعني لقيت اي حاجه حاول تطبق عليها دايما، اتعلمت مثلا حاجه جديده حاول تطبق عليها دايما عشان ما تنساهاش. البرامج بتاعت المونتاج والفوتوشوب من اسهل البرامج اللي ممكن تنساها اصلا، فحاول دايما لو لقيت اي حاجه او اتعلمت اي حاجه تطبق عليها على طول، وما تقولش انا خلاص كده حفظت كده المعلومه دي في دماغي او حفظت مثلا الطريقه دي في دماغي فخلاص بقى، لا ادخل طبق عليها حتى لو انت عارفها عشان تثبت في دماغك اكتر. سابع حاجه وهو خليك بتستمتع بالحاجه اللي انت بتعملها، ودي طبعا حاجه بديهيه جدا. انت لو بتتفرج على الفيديو ده
معنى كده ان انت عايز تتعلم برنامج معين او تتعلم حاجه معينه، فانت اكيد انت بتحبها عشان كده انت عايز تتعلمها. فلو انت بتحب الحاجه اللي انت عايز تتعلمها دي مش هتزهق منها ابدا، وهتخلق لها وقت دايما انك تفضي نفسك انك تتعلمها. ولو انت عايز تشوف ازاي تخلق وقت او تظبط وقتك او تنظم وقتك، في فيديو انا نزلته حلو جدا، هتلاقي الاي بتاعه هنا او هنا، ادخل اتفرج عليه هينفعك جدا. تامن حاجه هي التقييم. حاول دايما تحفظ الحاجات اللي انت كنت عاملها في الاول، اي حاجه انت عايز تعملها، اذا كان فيديو بقى عايز تمنتجه او فوتوشوب صور عايز تعملها، حاول تحفظ حاجاتك دايما عشان تشوف وتقيم نفسك التطور عامل ازاي، انت كنت فين وبقيت فين. تاسع حاجه وهي اهم حاجه في العشر نقط كلهم، وتقريبا انا قلتها في كذا فيديو، الاستمراريه. خلي دايما ايدك تتعود على البرنامج. صعب جدا انك تنسى الواجهه بتاعت البرنامج، او صعب جدا انك تنسى الحاجه اللي انت كنت بتعلمها. حوار وحش قوي لما تكون متعلم حاجه وتعبان فيها واخد وقت كبير قوي عشان تتعلمها وتهملها لكذا شهر، ولما تيجي ترجع لها تلاقي ان انت ناسي كل حاجه، بتحس ان انت ضيعت وقتك كله ومجهودك كله على الفاضي. عاشر حاجه وهي اخر حاجه، دي ليها علاقه بيك انت. دور دايما على الطريقه اللي تريحك للتعليم. يعني انا ككريم بتعلم وبرتاح في طريقه الاونلاين، ان انا افتح اليوتيوب وافتح اي فيديو اشوف مثلا كيفيه التعلم برنامج فوتوشوب، مثلا كيفيه تعلم برنامج الادوبي بريمير، وافضل قاعد اتفرج بقى على الفيديو واطبق اللي هو بيعمله. في ناس ثانيه بتقول لا انا عايز اللي هو اروح وركشوب او اروح مثلا كورسات عشان يلزمني ان انا لازم اجي عشان ادافع فلوس والكلام ده. في ناس تانية لا تقول لك انا عايز افتح مثلا واجهه البرنامج دي وافضل كده ايه العب فيها كده لحد ما افهم الدنيا دي ماشيه ازاي. براحتك، النقطه العشرة دي بتاعتك انت. وخلي دايما عندك اصرار ان انت لو عايز تعمل حاجه هتعملها مهما كانت هي صعبه، والناس التانية اللي متعلمه البرنامج او متعلمه الفوتوشوب او متعلمه الادوبي بريمير هي مش احسن منك ولا مني في حاجه. فحاول دايما لو انت عايز حاجه تدخل وتتعلمها مهما كان، وتطبقها وتبقى بروفيشنال واحسن من الناس دي. يبقى انا كده خلصت كده موضوع الفيديو النهارده. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتعمل شير للحاجات اللي هتظهر تحت هنا دي كده. وكالعاده دوس يا كوتش. السلام عليكم.